وراني ندمان وراني ندمان وراني ندمان، الهضرة وصلت للدوار ما تكذبيش وجاتني الخبار، بدلتيني ليل ونهار مشيتي وخليتيني يلي عقلي معك احتار، يبلا بيك وراني ندمان يا زينة غير في ميني وغيرك ما معمر عيني. السلام عليكم، معكم اسماعيل عبد الله والملقب بالشاب اسماعيل سامي، من مواليد 1994، حاصل على اجازه في علم الاجتماع والدبلوم في فندقه، مغني يعني كنغني ستيل الراي او ستيل بوب بجوجهم، حاليا يعني معيشه ديالي في اكادير وتزاديت في بومندات اقليم تينغير. بالنسبه للمجال الفني يعني صراحه يعني الغناء كان يعني واحد الموهبه اللي انني باغي يعني كنت باغي نحققها، وان شاء الله راه غادي وكنحققها. يعني بديت سنه 2010، يعني هذه هي المسيره البدايه ديالي. من سنه 2010 كنت اول حضور ليا في مهرجان اتران، واحد المهرجان اللي كان في مدينه بومندات اللي هي يعني من اقليم تينغير. هذا المهرجان هذا اللي عطاني واحد الفرصه انني باش نبدا اول مره غادي نطلع على لاسين. لا صراحة يعني لهذا الميدان انا ما كنتش يعني ما عطيتش بزاف واحد الأهمية، حيتاش عندنا حنايا في ديك المنطقة ديال يعني ورزازات بومندات بالضبط، ديك المنطقة يعني ما عطاوش واحد الأهمية للموسيقى، ولا يعني ما عندناش ما كاينش شي داعم، ما كاينش شي زعما يشجعوك ولا شي حاجة. انا يعني اعتبرتها غير كموهبة وباغي نطور راسي براسي. وصراحه يعني كما قلت لك دوك الناس انه يعني ما اعتبرش ان الموسيقى شي حاجه، ولا يعني ما كتقول شي واحد انك باغي تغني كيقول لك وصافي داكشي اللي بقى لك، يعني هذه هي الجمله اللي متداوله تمايا، كتقول شي واحد الغني وداكشي اللي بقى لك، يعني ما كاينش شي واحد عطاك شي فرصه. يعني لقيت صعوبه كبيره 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 بزاف تما باش انني يعني نحقق الامنيه ديالي. اكادير صراحه يعني كان عندي فرصه انني كان عندي واحد الامل انني اونفون نجي لاكادير انا غادي ندير بلاصتي. ايوا صراحه ملي جيت ودرت لافاك هنايا، حيتاش هنايا فاش قريت درت 3 سنين الاجازه هنايا، شي الاجازه في 3 سنين، ومن تما ملي كملت قرايتي عطيت لاطاك الغنى وتعرفت على ناس بزاف لانهم قدروا انهم يشجعوني يحققوني، ومنهم واحد السيد اللي هو رضوان بطال، تحيه خاصه من هذا المنبر. صراحة يعني شاركت في عدة مسابقات، وكانت يعني آخر مسابقة اللي عرفتها هي تيكوان شو اللي واحد كانت واحد هذه واحد على قناة الأمازيغية، واحد المسابقة يعني وطنية على قناة الأمازيغية اللي جاو الأكادير هنايا ودرنا واحد الكاستينغ عشان واحد التجربة زوينة، وغنيت لهم بالشلحة، واخا نورمالمون أنا كنغني يعني الراي، ولكن عطيت راسي فرصة أنني باش نغني الشلحة، ولقيت راسي انني من المتاهلين ما بين يعني ما بين عدد ديال البشر، انني فاش غنيت بالشلحه عجبتهم ومشينا للرباط تما، دزت في قناه الامازيغيه كما كتشوف راه تلقاو الفيديو في لاشين ديالي اسماعيل سامي. صراحه ما مسابقه يعني المسابقات في المغرب ماشي يعني ما كاينش، واخا كنسمعوا مسابقه اللي كتعرف المسابقه راه مسابقه خاص يأهلوك فيها ويشجعوك، ويعني يعطوك واحد التجربه اللي هي صراحه انك تقدر توصل بها، ولكن كنشوفوا انك اون فوا كتشارك ولا كتأهل ولا كتدي كاع داك الفينال ما كيبقاش لك واحد الاهميه، كتبقى بحال قلتي المسابقه غير في ذاك النهار، يعني ما كاينش من بعد فاش كتأهل ما كاينش اللي يدعمك اللي يشجعك ويقول بلاتي هذا فاز هذا، يعني خصنا نوصلوا ونوقفوا معاه حتى يوصل. يعني مسابقه في المغرب صراحه يعني غير انا بالنسبه لي غير راضي بهذه المسابقات هذه. انا صراحه يعني بالنسبه لهذه المسابقات علاش كنشارك فيهم باش انني نطور، يعني باش نعرف حتى انا واش طورت راسي ولا لا، واش الصوت ديالي يعني قادر انه ينافس يعني بزاف ديال المغنيين. كما كتعرفوا انا الغناء دابا راه ولاو عنده منافسين، ولاو شحال من واحد باغي يغني كلشي،
وبالنسبه لانا المسابقه ماشي ماشي انا فاش كنشارك فيها ماشي انني باش نربح زعما ماديه ولا شي حاجه نو انا باش نطور راسي وباش نعرف راسي وباش ناخذ ملاحظات اللي يقدروا من هنا لقدام يعاونوني. بصراحه يعني الفن انا ما معتبروش كمهنه وانما معتبرو كموهبه حيتاش عندي خدمتي الشخصيه ومن طول الغنى دايرو يعني قلتي كموهبه بانني وقت الفراغ. صراحة الأثمنة في أكادير بالضبط، أما في المدن الأخرى المهم بلا ما نذكر عليهم صراحة مدينة أكادير ما كاينش شي أثمنة يعني ما كاينش شي أثمنة يعني كيبغيو هما أصلا بحال قلتي يستغلوك باش أنك تغني وتغني فابور يعني يكون لقاوك أنك تغني فابور ولكن كيعطيك واحد القدر مالي قليل ما عرفتش ديال الترونسبور ولا ديالي ديال الماكلة ولا شي حاجة يعني ما كاينش شي قدر مالي 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 عوض الا كان شي مهرجان كبير كبير بحال هكاك تقدر تكون كيعطيو شويه. صراحه كورونا يعني قضات بمره بمره على المغنيه بصفه عامه حيتاش ما كانوش انه تصدموا ما كانوش كينتظروا انه تبقى كورونا هذه المده هذه اللي صراحه يعني راه عانوا بزاف هادشي باش انا ما اعتبرتش الفن كمهنه كون اعتبرته كمهنه غتلقيني دابا متشرد وغادي كنقطع حوايجي ولا كنبيع حوايجي ولا نقلب فين غنخدم ولا شي حاجه يعني اعتبرته كموهبه وصراحه الله يبعد علينا هذا الوباء هذا وان شاء الله نرجعوا كما كنا ونرجعوا للحفلات امسيات نحيوا اعراس نفرحوا الناس راه كلشي متشوق لهذه اللحظات بغاو يرجعوا غير هاد الايام وان شاء الله يا ربي تبعد علينا هذا الوباء. بالنسبه للجديد ديالي موجه لكم واحد المفاجاه اللي هي زوينه اللي خدام عليها حاليا واحد الفيديو كليب بعنوان اه يا قلبي. هذا الكليب هذا يعني هو ستيل بوب ماشي هو راي بوب يعني فيه درت مدمج ما بين الراي والبوب. غادي نعتمد على هذا الكليب هذا على يعني فرقه ديال الدانس اللي غيكون فيها شي حوايج جداد على داكشي اللي كندير. أغنية ديال راني ندمان فيديو كليب راني ندمان يعني هاد الصراحة هاد الفيديو هذا يعني ما كنتش كننتظر أنه غيوصل لعدد المشاهدات العائلة فصراحة الأغنية هذه كانت كتعجبني بزاف يعني حيتاش بالنسبة لواحد الفرقة ديال ممكن كيضربوا جيتار هما اللي غناوها وأنا قلت علاش ما نستغلش هاد الأغنية هذه يعني نديرها على شكل راي يعني شكل ندخلها بستيل راي هو صافي ملي درت دخلتها بستيل راي عجبت الناس ولقات واحد عدد المشاهدين واعجاب يعني كيشكروني الناس على هذه الاغنيه هذه وصلت تبارك الله فيما الحمد لله فيما كنمشي شي مدينه ولا شي حاجه كنلقى اغنيه ديالي راه مطلوقه وكيزيد كذا على انك داك الامل انك تقدر انك تعطي وتعطي وتعطي وتبحث اكثر باش انك توجه لشي حاجه واعره احسن. وراني ندمان الهضرة وصلت للدوار ما تكذبيش وجاتني الخبار بدلتيني ليل ونهار مشيتي وخليتيني يلي عقلي معك احتار يبلا بيك وراني ندمان يا زينة غير في ميني وغيرك ما معمر عيني وراني ندمان كنت نحس بك بنت الدار في كل صواب وفي كل شوار غلط فيك ويا بنت الناس ما بقى لي معاكي امل ينعلبوه القلب اللي بغاك يمسكني وما بغى ينساك يا حرقة تشعل في نار شكون اللي طفي الاجمار. هذه الأغنية هذه اللي غنغني لكم دابا هي أغنية من كلماتي وألحاني يعني كنبغي نهديها للأمهات بزاف 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 اللي عندهم ميمتو الله يخليها لي واللي مات لي الله يرحمها وهذه الأغنية كان ديديكاس لكاع الأمهات وبالأخص الأم ديالي ديديكاس ليها. يا لأمي ما يا
لحنينا خليت ليا يا لغزالة يا لميمة يا لحنينا خليك لينا يا لغزالة قد الصيام وشهر وعوام يا لميمة نبغيك لدوام وكان بغيك ونموت عليك انا يا لمي ما خليك لينا قد الصيام وشهر وعوام يا لمي ما خليك لينا شحال قاسيتي وتعذبتي يا لمي ما خليك لينا كلمة أخيرة. كنبغي نشكر الناس اللي واقفين معايا وكنشكر حتى راديو نيمال والأخت سهام لي صراحة على هذه الاستضافة هذه ويعني كتشجيع المواهب تبارك الله عليهم وديما كيعطيو الجديد حتى هما. وكنبغي نشكر حتى المشجعين ديالي والناس اللي كيدعموني من الكبير للصغير من طنجة للقويرة أحلى جمهور في العالم. كنبغي نقول لكم تبارك الله عليكم وشكرا لأي حاجة قدمتوها ليا، شكرا لأي حاجة يعني عطيتوني، شكرا كاع التشجيع ديالكم سواء مادي سواء معنوي سواء أي حاجة سواء دعوة سواء شي حاجة تبارك الله عليكم. وإن شاء الله كما كنقول لكم أنني غادي ندير أكثر ما في جهدي باش أنني نعطي شي حاجة كثير ونقلب على الجديد ونقلب لما هو يعني يقدر يناسبكم نتوما واللي يقدر أنا السيل اللي تبغون نتوما. أنا إن شاء الله غنوجد لكم شي حاجة واعرة واعرة ديال بصح. وما تنسوش انكم تدخلوا لاشين ديالي اسماعيل سامي غتلقاو دي فيديو كليب شحال من حاجه كتنتظركم. وتبارك الله عليكم انموش عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.